نشرف القدس العربي في الأمس للصحفي سهيل كيوان مقالا تحت عنوان ارفع رأسك أنت أرجنتيني. نستمع إلى المقال ونعود إليك لاستمرار حديثنا أستاذ عمر. في نهار يوم الثلاثاء الأخير اكتظ الفيسبوك لدى الفلسطينيين وبعض العرب بالتقليل من أهمية ميسي لاعب نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين. انهالت الكتابات عن الخيبة الكبيرة من منتخب الأرجنتين ومن النجم ميسي بشكل خاص، لأنه سيجري مباراة ودية مع منتخب إسرائيل في القدس المحتلة. في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء انقلبت الصورة والتعقيبات رأس على عقب، فقد أبلغت الأرجنتين المسؤولين في تل أبيب بأن منتخبها لن يشارك في المباراة الودية المزمع إجراؤها في القدس أمام منتخب إسرائيل. تنفس أنصار ميسي وبرشلونة ومنتخب الأرجنتين الصعداء وعادوا إلى الساحة الفيسبوكية رافعين الرؤوس وبعين قوية، رغم أن بعضهم رأى أنه ما كان ليحصل لولا ضغط حركة المقاطعة BTS والمتظاهرين في برشلونة أمام مركز تدريب لمنتخب الأرجنتين. بعد انتشار نبأ الهدف في الدقيقة 90 في قائم الزاوية اليسرى من مرمى بيبي نتنياهو، أسرع هذا للاتصال مع الرئيس الأرجنتيني محاولاً اعتبار الهدف تسللاً، وطلب تدخله بصفته حكماً خارجياً لإقناع المنتخب بالعدول عن القرار. إلا أن الرئيس الأرجنتيني مثل منتخبه كما يبدو خضع للإرهاب، كما يحلو لوزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف أن تقول، فهي تستمتع جداً بكلمة إرهاب وتمصها مثل قطعة شوكولاتة، وكلما لاحت فرصة وسقطها بوجه كل من لا يعبر عن إعجابه بجرائم الاحتلال ولا يصفق لقتل المدنيين العزل. الوزيرة كتبت في صفحتها قبل أسبوعين فقط أن إجراء المباراة في القدس من إبداعها الخاص، وهذا يعني أن الفشل أيضاً من إبداعها، واعتبر رئيس المعارضة من الحزب الصهيوني أن وزيرة الرياضة سجلت هدفاً ذاتياً إذ كان بالإمكان إجراء المباراة في حيفا، ولكنها أرادت هذا لمصلحة الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وطالب بالتحقيق معها جنائياً، خصوصاً في قضية بطاقات الدخول للمباراة، حيث وزعت الوزارة حوالي 20,000 بطاقة في صفقات وعرضت 10,000 للبيع. اعترفت إسرائيل العنصرية المتغطرسة بأن هذا القرار أهم نصر حققته حركة المقاطعة منذ بدء نشاطها، واستسلمت لنتيجة هذه المباراة بهدف واحد لحركة المقاطعة مقابل صفر للاحتلال. وزير الحربية أفيغدور ليبرمان شن غارة على ميسي ورفاقه، معتبرا أن فرسان كرة القدم لم يصمدوا أمام ضغط المحرضين كارهي إسرائيل الذين هدفهم الوحيد منعنا من الدفاع عن أنفسنا وإبادة إسرائيل. أما رئيس الدولة ريفلين فقد أسف لخلط المنتخب الأرجنتيني الرياضة بالسياسة. هناك من رأى أن اللواء جبريل الرجوب وزير الرياضة الفلسطيني لعب دوراً بهذا، وذلك أنه دعا الفلسطينيين لإحراق بلوزات الأبيض والأزرق الأرجنتينية، فأدخلته ميري ريجيف بشكل فوري إلى قائمة ممارسي الإرهاب. وأما أطفال فلسطين الذين لا يغيبون عن معارك شعبهم فقد أرسلوا رسالة وقعها 70 منهم إلى سفارة الأرجنتين في تل أبيب، كتبوا فيها: هذه المباراة ستقام على قبور أجدادنا، لأن استاد تيدي لكرة القدم في القدس بني على أنقاض بلدة المالحة التي دمرت وشرد أهلها في عام النكبة عام 1948. هذا الفوز المعنوي له أهميته بلا شك، وهو يؤكد أن حركة المقاومة الشعبية السلمية والمقاطعة لدولة الاحتلال تؤتي ثمارها. هي صرخة للساسة المتجمدين الخاملين والمستنزفين منذ سنين الذين يظنون أن نتنياهو قادر على كل شيء وبأن الصراع انتهى لصالح العنصرية والقوة العسكرية الغاشمة ولم يعد أمامنا سوى تسول الفتاة من موائد اللئام. على هؤلاء أن يفسحوا الطريق للشباب ليعبروا عن أنفسهم بطرقهم وإبداعاتهم ومنها مسيرات العودة التي لا شك أن لدماء شهدائها وجرحاها الأثر الأكبر على القرار الأرجنتيني وما سيليه من قرارات قد تصل إلى مسابقة الأغاني الأوروبية اليوروفيجن وغيرها، فهذه بداية فقط. إذن مشاهدينا كان هذا مقال نشر بالأمس للكاتب الصحفي سهيل كيوان بعنوان ارفع رأسك أنت أرجنتيني. عودة إليك أستاذ عمر معنا. أهلين.
أستاذ عمر، بيبي نتنياهو قام أكثر من مرة باستهداف حركتكم بأكثر من تصريح، وقال أنه ينبغي مواجهة حركة المقاطعة باعتبارها خطأ وخطر، واعتبركم فاشيين على حد تعبيره. لكن بعد قرار إلغاء المباراة اعترفت إسرائيل بأن هذا القرار أهم نصر حققته فلسطين أو حققته حركة المقاطعة منذ بدء نشاطها. هذا القرار ما كان سيحصل لولا ضغط حركة المقاطعة. ما هو تعقيبك على التأثير والتغيير؟ بالتأكيد هو من أهم إنجازات حركة المقاطعة BDS منذ نشأتها في 2005، منذ أطلقها المجتمع الفلسطيني للعالم، ولكنها ليست الوحيدة. هناك إنجازات عديدة لحركة المقاطعة. في 2015 نجحنا في إخراج أحد أهم الشركات في العالم، شركة فيوليا، من الاقتصاد الإسرائيلي برمته بسبب تورطها في جرائم حرب إسرائيلية في المستعمرات المقامة في القدس المحتلة. كذلك عدة شركات تلتها، شركة أورنج تيليكوميونيكيشنز مثلا خرجت بسبب BDS مصر، هددت أورنج بمقاطعة شاملة في مصر، وبالتالي خسرت أورنج المعركة وخرجت من السوق الإسرائيلي بالكامل. لدينا عدة إنجازات من ناحية صناديق استثمار هائلة سحبت استثماراتها من بنوك إسرائيلية تمول الاستيطان، بيل غيتس سحب استثماراته مثلا من شركة بريطانية كانت متورطة في السجون الإسرائيلية. إذا هذا الوحيد، ولكن بالتأكيد كوننا نتحدث عن كرة القدم وهي أهم شيء في العالم يحظى بتأييد واسع، مليارات تشاهد كرة القدم، نعتبر إلغاء الأرجنتين لمباراتها من أهم الحركة. ولكن أود أن أؤكد كيف نجحنا في موضوع الأرجنتين. بالأساس لأن أغلب اللاعبين اقتنعوا أن إسرائيل تحاول تسييس كرة القدم واستغلالها للتغطية على جرائمها بحق شعبنا، بالذات المجزرة الأخيرة في قطاع غزة. عندما نجحنا في اقتناع لاعبي الأرجنتين وجمهور الأرجنتين، ملايين المعجبين بفريق الأرجنتين اقتنعوا أن إسرائيل تريد عقد هذه المباراة بالذات بعد مجزرتها في غزة، لأنها تود استخدام ورقة توت للتغطية على جرائمها. هذه الرسالة وصلت تماما وأقنعنا بها جمهور الأرجنتين ومن ثم لاعبي الأرجنتين، ولذلك ألغيت المباراة. هذا غير صحيح أنها بسبب انتقالها من حيفا إلى القدس لعب دور، ولكن ليس الدور الرئيسي. نعم، هذا ما كنت سأسأله. لو كانت فعلا مقررة، بقيت مقرر في حيفا، هل سيتم إلغائها؟ بالتأكيد كانت ستلغى، لأن حركة المقاطعة منذ شهرين ونصف وهي تعمل لإلغاء هذه المباراة. يعني لم نبدأ الحملة منذ بعد بضعة أيام كما يعتقد البعض، ولكن بدأت منذ فترة. وفي الأرجنتين بالذات حملتنا في الأرجنتين حظت على تأييد نقابات عمال هائلة، منظمة أمهات ميدان مايو، وهي أمهات المفقودين في الأرجنتين ولها وقع أخلاقي ومعنوي كبير جدا جدا في الأرجنتين. وصلنا إلى أهالي اللاعبين وأقنعناهم لماذا تودون التغطية على جرائم إسرائيل. هذه لم تعد كرة قدم، أصبحت تواطؤ في جرائم إسرائيل، واقتنعوا بذلك تماما. ناشطي المقاطعة في برشلونة كذلك لعبوا دورا هاما، منظمة أفاز لعبت دور جدا مهم، أطفال فلسطين الذين أرسلوا رسائل، لاعبي كرة القدم في غزة الذين فقدوا أرجلهم بسبب استهداف القناص الإسرائيليين كجريمة حرب جديدة ضدهم، أيضا لعبوا دور بتسجيلات أرسلوها إلى فريق الأرجنتين، لا تلعبوا على دمائنا، لا تلعبوا مع من يقتلنا كل يوم في قطاع غزة ويستمر في حصارنا. نعم، هنالك اتهاما أن المقاطعة الفكرية هي شكل من أشكال الإرهاب الفكري. ما هو تعقيبك على ذلك، خاصة في ظل ما حدث بعد قرار الأرجنتين، وأيضا بعد أن كانت ملاسنات سابقة للمقاطعة الأدبية والفكرية لإسرائيل؟ لم أسمع سؤال جيدا، إذا في مجال رفع الصوت. هنالك اتهاما أن المقاطعة الفكرية هي شكل من أشكال الإرهاب الفكري. ما هو تعقيبك على ذلك، خاصة في ظل ما حدث بعد قرار الأرجنتين؟ المقاطعة الثقافية وتشمل الرياضة هي عملية الرسالة الرئيسية فيها نقول للعالم لا تتواطؤوا في التغطية على جرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتايد الإسرائيلي. لا نطالبكم بصدقة، نطالبكم بالالتزام الأخلاقي بعدم التواطؤ في ارتكاب جرائم، في التغطية على الجرائم. لا يوجد أي نوع من الترهيب في ذلك، بل هو محاولة لفعل ما هو صحيح. وهو ألا يتواطأ الشخص على جرائم. في جنوب أفريقيا في حقبة الأبارتايد كنا نشارك في المقاطعة الثقافية والفنية والرياضية لجنوب أفريقيا لكي لا نعطي النظام الأبارتايد، نظام العنصري في جنوب أفريقيا، أي ورقة يغطي بها على جرائمه.
كذلك الحال في الوضع الفلسطيني. نحن نطالب العالم بعدم التواطؤ مع هذا النظام الاستعماري والعنصري وعدم تقديم أوراق توت له لتغطية جرائمه.